عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. انتهى الحديث. ولعلنا قبل أن نستطرد في قراءة ما يتعلق بهذا الحديث من فوائد ساقها المؤلف، نشير إلى بعض الفوائد. أولاها النجاشي، هل النجاشي اسمه أو أنه هذا لقبه بمعنى الملك؟ منهم من يقول هذا اسمه، أي النجاشي هذا اسمه، والصحيح من أقوال أهل العلم أن النجاشي بمعنى الملك، أي في لغة أهل الحبشة، وإلا فاسمه أصحمة، اسم النجاشي أصحمة، لكن يقال النجاشي بمعنى الملك لأنه كان ملك الحبشة. ولا بأس أيضا أن نسوق فائدة ساقها أسلافنا في هذا الموضع، حتى يعني نقلتها عن ابن الملقن في هذا الموضع، فيقول في فائدة ما يتعلق بالملك ونحوه، قال: الألقاب التي تطلق على علية القوم باختلاف الأمم، قال: أمير المؤمنين يقال لمن ملك المسلمين، والنجاشي لمن ملك الحبشة، وكسرى لمن ملك الفرس، وخاقان لمن ملك الترك، والعزيز لمن ملك مصر، وتبع لمن ملك اليمن، والقيل هكذا لمن ملك حمير. قال: ويعبورا هكذا يطلقون عليه، يقولون لمن ملك الهند، وعاند لمن ملك الزنج، والنمرود لمن ملك الصابئة، وجالوت لمن ملك البربر، والفطيون هكذا لمن ملك اليهود. قال: فهذه ألقاب كانت تطلق في ذلك الزمن على من ملك أحوال هؤلاء الأمة. ثم أيضا يتعلق بما يتعلق بالنجاشي، كما أسلفنا النجاشي ملك، وقال بعض أهل العلم أنه هذا اسمه، لكن الصحيح أنه بمعنى الملك. لكن إذا رجعت إلى كتب التراجم والأعلام تجد أن بعض المسلمين من أعلامهم يسمون بالنجاشي. وكان عندنا شيخ فاضل درسنا في جامعة أم القرى، كان يسمي نفسه بالدكتور النجاشي، الدكتور النجاشي. فلذلك اسم النجاشي إذا قيل أنه اسم فقد سار على هذا الطريق بعض المسلمين فسموا أبناءهم بالنجاشي، وإلا فالصحيح أنه اسم للملك. ثم يبقى أيضا مسألة أخرى أيضا من الفوائد التي تتعلق بهذا الحديث أو بمسمى النجاشي: النجاشي هل هو صحابي أم تابعي؟ هل هو صحابي أم تابعي؟ التابع هو من لقي الصحابة، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصحيح من أقوال أهل العلم أنه تابعي، أن النجاشي تابعي وليس بصحابي. وإن ذكر ابن منده قال ابن الملقن إنما ذكر أنه صحابي من باب التوسع، وإلا تعريف الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، والنجاشي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لقي الصحابة، لأنه استقبل الصحابة الذين هاجروا من مكة، فاستقبلهم النجاشي فلقي الصحابة. فلذلك قالوا الصحيح أن النجاشي تابعي،